اللطيف عفوا اللطيف السخيف مو اللطيف لطيف نعم. اللطيف السخيف بلي. ليش أقول سخيف؟ لأنه ليس لطيفا نعم. لكن يقول لي سيدنا ليش العلماء ما يقعدون يتفقون على رأي واحد بلي. يقعدون يتفقون على هي مو قضية أنه نتفق على ميزانية أو نتفق نعم. على الوجبة الغذائية أو نتفق على البطاقة التموينية نعم. هي مو قضية حسب تعبيرنا إدارية نعم. هي قضية فقهية نعم. ترتبط بأدلة ثبوت الهلال وأدلة ثبوت الهلال أدلة حسب تعبيرنا يعني ضمن الحجج والبراهين. أنا كفقيه لما أجلس مع فقيه آخر يقول نظريتك غلط شلون أقعد أتفق؟ كل واحد يشوف نظريته نعم. هي الصح فمو قضية والله قعدوا سووا اتفاق وسووا مؤتمر وحدة إسلامية هذا ما له ضبط. هاي شعارات فارغة ما نسمح هذا الكلام. هاي الشعارات السياسية الفارغة ما لها ربط. قضايا نعم. علمية وقضايا متبنية مبنائية نعم. وعليه الشوف حتى حج الحج بعض الفقهاء يقول أنه الحج لابد أن تقف بحسب شنو بحسب الرؤية الصحيحة وما يحكمه منه قاضي الديار المقدسة بلي. قاضي الديار المقدس يقول ثبت الهلال بس عند نعم. فقيهك الهلال ما ثابت نعم. فمشكل تقف معهم يعني نعم. إذا وقفت وياهم قد يكون حجك في إشكال نعم. فالقضية ليست قضية سياسية وقضية ذوقية إنما نعم. قضية مبنائية وعليه فلا بد الناس خصوصا العوام أن لا يتدخلوا في هذا الأمر العلمي وإنما يرجعوا إلى فقهائهم كل واحد إلى مرجع ولا يعنيني الآخر قال يابا ترى فلان عيد مبارك عليكم إن شاء الله يقول سيدنا هاي تفرقة شنو التفرقة حبيبي كل واحد إلى رأيه كما أنك اسمعوا جيدا كما أنك في بعض أحكام السفر أنت ويا صاحبك تسافر أنت تصلي تمام هو يصلي قصر تقول لي إن أنا حكم الفقيه مالتي أنا كثير سفر وأنت حكم الفقيه مالتك أنا مو كثير سفر وأنا لازم أصلي قصر بس أنا أصلي تمام. هذا الاختلاف في السفر في القصر وفي التمام في الاختلاف في ما يرتبط بأحكام معينة في المعاملات أو في العبادات هذه قضايا حجج يعني كل واحد إلى حجة الشرعية والحجة هو هذا اللي احنا نسميه اتباع أهل العلم نعم والتقليد أهل العلم والرجوع إلى أهل العلم هذا وإلا مو مسألة أقرأ جريدة وأقرأ ما أدري فيسبوك وأجي أبدأ أتكلم على فلان وعلان وعليه. فمسألة الهلال مسألة في الواقع مبنائية ترجع إلى مباني العلماء وأفكارهم وحججهم نعم. ولا ينبغي الإنسان أن ماذا ينبغي الإنسان أن يتقي الله في الكلام غير الموزون.